مساء الخير على كل مشجعي ومشجعات مهارات عظيمة. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقاتنا. النهاردة هنشوف مهارات جديدة وهنعمل مع بعض وصفات إن شاء الله تنول إعجاب حضراتكم. قبل ما نبدأ حلقتنا عايزة أبارك لنادي الأهلي وأقول له ألف مبروك بعد فوزه على بترو جت و 2-0 وطبعا تأهله لنهائي كاس مصر بإذن الله. ألف مبروك لنادي الأهلي وكل التوفيق لي بإذن الله في الفترة المقبلة. طبعا النهاردة هنعمل من الوصفات بما أننا قربنا وفي العد التنازلي وربنا يتقبل صيام حضراتكم وصيامنا جميعا يا رب العالمين ودعوات حضراتكم بإذن الله. هنعمل النهاردة العكاوي. العكاوي من الوصفات المحببة قوي عند كتير جدا مننا، ولو هتعرفوا أصلها وفصلها هتعرفوا إن في ناس كتير قوي هي يعني مش بس في مصر منتشرة، لا ده هي برة مصر كمان من الوصفات المهمة جدا، وفيها طبعا كمية فيتامينز رهيبة، أولهم إنها غنية بفيتامين د وفيتامين إي والزنك، فهنحكي عنها باستفاضة. لكن اسمحوا لنا هنعمل النهاردة طاجن كده للعكاوي، طريقة لطيفة نحط معاه شوية خضار إن شاء الله يا رب تنول إعجاب حضراتكم. معانا طاجن العكاوي بالخضار، عندي عكوة. العكوة دي بتبقى الأكستال أو الديل بتاع الذبيحة، بتتقطع زي ما حضراتكم شايفينها دلوقتي، وعندي معاها اما بصل قورمه الصغير او لو عند حضراتكم بصل شرايح مفيش مشكله، اللي يريح حضراتكم. عايزين تحطوا جزر قورمه او جزر مكعبات ماشي، شرايح بصل، شرايح فلفل الوان، طماطم، انا حاطه طماطم شري تبقى صغيره كده وتستوي في النص تدي طعم بسيط، لكن تقدروا تقطعوا طماطم عاديه. عندي قرن فلفل حار او قرنين زي ما حضراتكم تحبوا، طبعا ثوم مفروم، حبهان وجوز الطيب، السبع بهارات بتوعنا، مستكه ورق لورا وملح وفلفل وشويه مرق ورشه قرفة او عود قرفة على حسب ما حضراتكم تحبوا. هي طبعا بتدي تيست وطعم، احنا قلنا القرفة الخشب دايما بتدي طعم كده ايه خفيف. تعالوا بقى كده نقول بسم الله، وهبدا اول حاجه هاخد كده نقطة واحدة بس من الزيت عشان أنا عايزة أسيح فيها المستكة. بسم الله الرحمن الرحيم، هاخد كده بسم الله، هناخد كام فص كده من المستكة هدوبهم الاول، وهاخد كده ايه معلقه خشب الاول ادوبهم هنا، وهنزل العكاوي. بصوا دابوا ازاي خلاص على طول، لازم ماده دهنيه. بسم الله، تاخد تشويحه الاول هنا، يتغير بس لونها كده يبقى لون زي اللحمه بالظبط لما نيجي نشوح كباب حله او اي نوع لحمه، طعمها الحقيقه بيبقى حلو جدا لما بتتعمل طاجن بالخضار، تتصلصل حلو تدخل الفرن كده تستوي بتبقى رائعه الحقيقه. في ناس بتحب تسلقها وتقدمها مع الفته، ممكن برضو تتسلق مع اللحم وتتقدم مع طبق الفته مفيش مشكله خالص. هبدا اخد البصل شوح كده، طبعا تقدروا تحطوا كمية بصل حلوة لو عايزين تزودوا عن كده هتبقى رائعة. هاخد شوية ثوم حلوين، ممكن تكتفوا بس بالبصل والثوم وما تحطوش حاجة غير شوية جزر او حاجات بسيطة، لكن هي بصراحة لما بيتحط لها خضار وبتتاكل كده مع الرز بيبقى فيها نسبة خضار كده وصوص بتبقى جميلة الحقيقة. طيب ورقتين من ورق اللورا كده معاها، وبعدين شوية من البسلة والجزر، شوية فاصوليا. أنا بقى الخضار ده أنا عاملاه يعني زيادة من عندي، بس هي بصراحة بتبقى طعم الخضار فيها رائع، يعني لما بتسلسل تدخل بقى الفرن في الطاجن كده وتتسبك بتبقى جميلة جمال مش عادي. احنا بنديها بس الأول على النار كده تشويحة حلوة وغلوة كده مع المرق، شوية مرق عشان تبقى مظبوطة وتمام.
هاخد كده ممكن قرنين الفلفل دول اقطعهم برضو في النص كده هنا، كده حطهم معاها كده يدوا طعم حلو. اللي مش عايز حار ممكن يحطه بارد، مفيش اي مشكله خالص، عادي جدا يناسب حضراتكم. وناخد معانا استاذه منال. اهلا وسهلا. صباح الفل على اجمل شيء. استاذه منال ازاي حضرتك؟ كم طمطمه كل سنه وانتم طيبين كلكم بمناسبه الايام الكريمه المباركه ديت علينا كلنا ان شاء الله. نشوح تشويحه حلوه استاذه منال. حبيبه قلب تسلم ايديكي حبيبه قلب. استاذه منال روحتي فين؟ هحط عود قرفة. الو العود ده بيدي طعم كده خفيف، اللي مش عايز ما يحطش مفيش مشكلة. لا مش سامعة استاذة منال خالص. رشة بسيطة كده من الملح، بسيطة مش هملح قوي، رشة من الفلفل. انا مش سامعة استاذة منال خالص يا ولاد. اوكي يا ريت حضرتك تحاولي مرة تانية، عايزة اسمع صوتك. وهنحط شوية من الفلفل الالوان. بصوا طاجن نسبة الخضار اللي فيه جميلة، واللي عايز يعمله عكاوي بس بالبصل يقدر مفيش مشكلة خالص، حطوا بصل قورمة أو بصل شرايح مع التوم ويتشوح ويتعمل زي كباب الحلة بالظبط، برضو ما يجراش حاجة. نقفل بس كده ونقلب تقليبة حلوة. الريحة روعة كده. وعندي بقى باقي التوابل، السبع بهارات. احنا حطينا عود قرفة فانا اكتفيت بيه خلاص، يدي طعم حلو. وحطينا المستكة وحطينا الورق اللورة، باقي لي بس رشة بسيطة كده من الحبهان الباودر. وعندي رشة جوز الطيب. بسم الله. تدي طعم جميل. رجعت لنا استاذه منال. اهلا وسهلا يا فندم. صباح الفل عليك. صباح الفل عليك حبيبه قلبي. كل سنه وحضرتك طيبين حبيبتي وحضرتك بالصحه والسلامه يا رب. ربنا كده يقعدها علينا كده بالفرحه على امه الاسلاميه كلها يا رب العالمين. امين يا حبيبه قلبي، ودعوات مستجابه باذن الله، وذنب مغفور قلب. بامر الله. تسلم ايديكي على الحاجات الجميله، وعايزين بقى نشوف حاجات العيد الجديده بتاعت الشيف عظيمه ان شاء الله باذن الله يا حبيبه قلبي. ان شاء الله خلال الاسبوع ده احنا، انت عارفه انا بجرب كل وصفاتك لانها فعلا جديده ومميزه وسهله كمان معايا. يا حبيبتي تسلمي لي، ده شرف ليا والله. شكرا ليك حبيبه قلبي. تسلمي. طب مش عايزه اي حاجه معينه؟ عظيمة في البيت، بس انا ما بعرفش الرقاق بتتعمل ازاي. انا اقول لك ده سهل قوي وهنعمله. عينيا انا النهارده هعمل الرقاق الناشف. انا هقول لك الرقاق الطري هيتعمل ازاي. خلاص ماشي، انا معاكي ومتابعاك اهو. هقول لك دلوقتي. عينيا ليكي يا حبيبه قلبي. كل سنه وانتم طيبين. حضرتك بالصحه والسلامه. الله يسعدك حبيبتي، سلمنا يا رب. شكرا ليكي ولذوقك. طيب الرقاق الطري بيبقى عامل زي العيش الصك كده، انتوا حضراتكم اكيد عارفين. الرقاق الطري مش اهم حاجه فيه ان احنا ما نسقيهوش شوربه كتير، لانه مش زي الرقاق الناشف. فانا بطبقه زي المنديل، واخد اطرافه بس اللي تحت اللي بتبقى ماسكه نفسها دي، اللي هي الحرف بتاعه ده، لما بطبقه منديل وانزلها هي بس اللي بنزلها كده حاجه بسيطه في المرق او في الشوربه. وبعدين بفرده واحشي بالعصاج زي ما انت عايزه. خلاص هنعمل عصاج دلوقتي كمان، النهارده هنعمل الرقاق الناشف، فهنعمل العصاج. هنحشيه زي الرول، هنقفله كده من الجنبين زي ساندوتش الشاورما بالظبط. خلاص وبعدين بنقفله ونحطه في الصينيه نرصه كده. وانا ما بديلوش مرق كتير، انا بديله، في ناس بتحب تحط له اللبن زي ما بيعملوا في الجلاش، لكن انا الحقيقه بحب احط له شويه قشطه بسيطه جدا، سواء قشطه بلدي او قشطه عنب زي ما انت حابه. بدوبهم بس في ربع كوبايه كريمه كده، واروح ايه دهن الوش بس، مش مغرقاه فيه خالص، بدهنه بس دهن كده بالفرشه مع معلقه زيت او معلقه سمنه، ويدخل الفرن لان هو محتاج يتحمص، يبقى ماسك نفسه زي ساندويتش العيش الصاج. وبعد ما بيطلع الساندويتش الكبير ده بنقطعه على ثلاثه، فبيبقى كل واحد ياخد منه قطعه. ده الرقاق الطري. لكن الناشف هنعمله دلوقتي النهارده مع حضراتكم برضو، والوصفه اللي تناسب حضراتكم اعملوها. هو بسيط وسهل جدا. طيب هنقلب بقى التقليبه الحلوه دي كده.
طبعا ايه بتبدا هي تنزل، بصوا ما بتحتاجش اي سوائل دلوقتي خالص، هي بتنزل شويه سوائل كده، والخضار كمان فيه شويه سوائل، فبتبدا تنزل بتخليه مظبوط ريحته بقى، هي دي المهمه في الحكايه. ممكن بقى ايه ازود كده كام واحده طماطم هنا كده، ده لو انتوا حضراتكم عايزين تعملوه بالخضار بيبقى جميل جدا. طبعا اصدقائنا اللي على صفحتي وصوني على حلقه الطحال والفشه واللسان، ان شاء الله هتعرض الاسبوع ده باذن الله، هشوفوها هنعمل احلى فشه وطحال ولسان تاكلوه بالهنا والشفا. اللي عايز يعمل سندوتشات، اللي عايز ياكله براحته كده في عيش بلدي مع الطحينه، يعيشوا حياتكم، ان شاء الله يعجب حضراتكم باذن الله. عملناه من الف ياء من وقت السلق لحد ما شوحناه وقدمناه. احنا ممكن دلوقتي انا هشوح بس العكاوي كده شويه، وعقبال ما تتشوح وابدا اجهز كده شويه المرق اللي انا هضيفهم هنا واسيبها تاخد غلوه كده هنا قبل ما ادخلها في الطاجن الفرن. هستسمح حضراتكم ان احنا نطلع استراحه، ونرجع بعد الاستراحه نبدا في الشوط الثاني، نشوف هنعمل الرقاق بفضل الله. في انتظار حضراتكم. ورجعنا لحضراتكم مره تانية بعد الاستراحه. دلوقتي بصوا انا شوحت شويه حلوين من الخضار مع العكاوي بعد ما اديتها صدمه الاول. احنا بنعمل طاجن عكاوي بالخضار، نحط فيه شويه خضار عشان ناكله مع شويه الرز كده، فيبقى الخضار مع العكاوي بالرز دي اكله يعني وجبه كده حلوه. حطيت الاول المستكه دوبتها في معلقه سمنه او معلقه زيت زي ما حضراتكم تحبوا، لازم تدوب في حاجه، وبعدين رحت مشوحه فيها الاول العكاوي، حطيت معاها ورقتين من الورق اللورة، وبعدين نزلت معاها البصل. تقدروا تعملوها ببصل وتوم بس زي ما قلت لحضراتكم، اللي حابب بصل القوارمة ويحط كميه بصل حلوه زي كباب الحله ويعملها بس طاجن بالبصل، في محلات كتير بتعمل كده وبتقدمها، لكن انا حبيت ان احنا نعملها بقى حاجه في البيت حلوه، فحطيت لها شويه خضار من اللي عندي. عندي شويه بسله حطيتهم، شويه فاصوليا، حطيت جزر، حطيت دلوقتي بقى هضيف البطاطس اخر حاجه. وبعدين البطاطس لازم بعد ما نضيفها، انا ليه ضفت دلوقتي شويه مكعب مرق؟ لانه هي بتسحب شويه من الملح، واحنا مش ايه من الملح بتاع الوصفه، لان البطاطس طبعا حضراتكم عارفين انها بتمتص ايه الملح. يعني لو عندنا وصفه كده فيها خضار مثلا وبقى حادق مننا، وحطينا قطعه من البطاطس تمتص على طول الايه نسبه الملح الزياده دي، وتبقى مظبوطه ان شاء الله. دلوقتي بقى انا هضيف، انا حطيت كده هضيف بس شويه ميه تاخد غلوه كده مع بعض. بسم الله، ميه سخنه طبعا زي ما حضراتكم شايفين، فعشان اضيف ميه يعني مش سخنه، حبه كده حلوين، واسيبهم يغلوا بس مش كتير ولا حاجه، يا دوب كوبايه مثلا. بسم الله، وهبدا بقى اغطي عليها كده، هسيبها تغلي مع بعض كده حلوه، تاخد شويه سوا، وبعدين ابدا احطها في الطاجن وادخلها الفرن تاخد ربع الباقي بتاع السوا. عايزين تحطوها من الالف للياء في الفرن وعلى راحتكم خالص مفيش مشكله، هتشوحوهم وتحطوهم من الاول من غير ما تضيفوا بقى، ده تضيفوا الميه فهي في الطاجن وتحطوها في الفرن تبدا تتصلصل بقى وتاخد وتدي مع بعضها زي ما حضراتكم تحبوا.